مشاهدي الكرام، برحب بحضراتكم مرة تانية. وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. شرفنا ومنورنا النهاردة في فقرتنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الحقيقة خلينا نبدأ الجولة بخبر تاريخي، طالما يعني انتظرناه طويلا، سنوات طويلة، مش حتى في خلال السنوات الماضية فقط، لا ده على مدار عقود طويلة. أعلنوا بالأمس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، حيث قال سيادته عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة. ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانع حقيقي له على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء. وأنني إذ أعلن هذا القرار أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومع النمض بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الحقيقة خبر يعني احنا كلنا اتفاجئنا بيه امبارح. ناس كتير كانت منتظرة، يعني احنا مع كل مرة بيحصل فيها تجديد او مد لحالة الطوارئ من مجلس النواب بتحصل حالة، هو مع انه قرار عادي بس كان لو حضرتك تتذكر معنا تحصل حالة كده من ايه صحيح. هو ايه حصل؟ خوف، قلق. اعتقد بهذا القرار حتى الشعور الخفي بالخوف والقلق يعني ضاع من عند المصريين. هو بالفعل قرار تاريخي، يعني لما نستطلع ما الذي حدث حتى تكون مصر في حالة طارئة طول الوقت. صحيح، مصر بالفعل تعيش في حالة طوارئ منذ سنوات طويلة، يعني منذ العدوان الثلاثي على مصر، صح، منذ حرب 1967، منذ اغتيال الرئيس الشهيد أنور السادات، منذ الجماعات الدينية لما دخلت في حرب ومعركة مفتوحة مسلحة مع الدولة المصرية في وقت الرئيس مبارك، منذ حتى يعني دخول تولي تنظيم الإخوان السلطة في مصر. يمكن البعض ما يعرفش أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ عهده 3 سنوات بدون حالة طوارئ. صحيح، يعني ما حدش واخد باله من المعلومة دي. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى السلطة في 2014، حتى 2017 لولا ضغط وبفعل الجماعات الإرهابية والعمليات العمليات الإرهابية التي يعني أرهقت الدولة المصرية بالفعل، لولا هذه العمليات الإرهابية ما لجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة التنين بشكل عام لحالة الطوارئ. حالة الطوارئ فرضت فرضا على مصر. الرسالة التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس والتي يعني أحدثت دويا كبيرا في العالم، يمكن احنا تابعنا أو أنا شخصيا تابعت كل ردود الأفعال أو غالبية ردود الأفعال في العالم، كلها عظيمة وكلها يعني مبشرة وكلها بتقول رسالة واحدة، أنه مصر وصلت إلى كامل قوتها كدولة. صحيح، دي معجزة بالمناسبة. معجزة ليه؟ معجزة لأنك أنت تعيش في إقليم مضطرب للغاية. بالضبط، إقليم يموج بالمشاكل والأزمات. يعني حتى بص، حتى الدول التي حول مصر، المحيط كله مشاكل، كله أزمات. انظر إلى الخليج، انظروا للتحرش الإيراني بالدول الخليج، صحيح، الاضطرابات السياسية والاضطرابات الأمنية، انظروا إلى سوريا، انظروا إلى اليمن، انظروا إلى السودان الشقيق الذي نتمنى له كل سلامة، انظروا إلى ليبيا، انظروا إلى تونس، انظروا إلى الجنوب حتى في مالي، في مالي من الدول المباشرة للدول العربية. صحيح، هذا الإقليم أن تحدث به معجزة، أن تخرج دولة، أي طبعا الدولة ليست صغيرة، دولة كبيرة، أن تخرج هذه الدولة وهذه الدولة نفسها التي هي مصر عانت من الاضطرابات الكبيرة منذ 10 سنوات وهي تعاني من اضطرابات شبهها في ذلك شبه كل الدول المحيطة، وأن تخرج هذه الدولة الآن وتعلن طواعية عن إلغاء حالة الطوارئ لتعيش حالة طبيعية، هذا إعلان كامل من الدولة المصرية بأنها وصلت إلى كافة قوتها.
صحيح. خلينا يعني استاذ احمد، يعني اكيد وتاكيدا لكلام حضرتك اللي احنا مش بنقول ان هو يعني مجرد حديث فقط، لا، يعني اللي هيتابع نشره اخبار مش مصريه، يعني يفتح قنوات صحيح. عربيه او قنوات عالميه اخباريه ويشوف، هيشوف تتابع الاخبار بتاعه الدول، يمكن زي ما قال استاذ احمد السودان وما يحدث فيها، العراق صحيح. وما يحدث فيها، ليبيا وما يحدث فيها، تونس وما يحدث فيها، دول كثيره. بالمناسبه يعني مش هتلاقي اقليم كده، اقليم بهذا الحجم الاضطراب، يعني مش بالزبط. يعني هتلاقي يعني الدوله او دولتين مضطربتين في عدد من يعني في اماكن جغرافيه مختلفه، لكن اقليم بالكامل مضطرب ده امر لا يعني. وفي الوقت اللي فيه الاضطرابات صحيح. دي بتخرج دوله عندها انها بتنهي صحيح. حاله الطوارئ اللي موجوده وبتعلن ان خلاص. بس انا كنت يعني ما اعرفش ليكم، كنا كلنا عندنا ثقه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يدخل الجمهوريه الجديده صحيح. وهو عندنا حالة طوارئ في مصر. صحيح. يعني صحيح. في معاني مباشرة ومعاني غير مباشرة. صحيح. المعنى المباشر وغير المباشر هو أن مصر عندما تعلن عن توجه حقيقي نحو حقوق الإنسان وتعلن عن استراتيجية لحقوق الإنسان صحيح. أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه قبل شهرين تقريبا أو شهر لا أذكر تقريبا، هو تعبير حقيقي عن هذا التوجه وليس يعني زي ما البعض بيرى من إعلام العدو في الخارج أنه ده تكتيك سياسي للخارج وحتى لو تكتيك سياسي للخارج دي مصالح عليا للبلاد صحيح، مصالح حتى لو تكتيك سياسي، وهي إدارة البلاد إيه سياسيا واقتصاديا بالظبط وعسكريا، يعني هي مجالات. إحنا على شفا تحالف تاريخي مع الاتحاد الأوروبي بالظبط، يمكن ده الأبعاد اللي ما حدش واخد باله منها، أن إحنا عندنا رئيس الوزراء دكتور مصطفى دبولي بيندي اتفاقية كبيرة جدا مع الدولة الفرنسية صحيح، احنا عندنا تحالف تاريخي وعندنا اتفاقية عظمى أجرها الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه مع اليونان وقبرص الأسبوع الماضي بالضبط. احنا على شفا تحالف تاريخي بالفعل مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، احنا مصر بتستحضر نفسها أن تكون مركزا كبيرا إقليميا للطاقة صحيح. كل ده يقول رسالة واضحة أن مصر توجهها حقيقي نحو التنمية والاستقرار والمساعدة وتنمية شعبها، ده واضح جدا في كل خطابات الرئيس وكل القرارات واضحة جدا. الآثار الغير مباشرة وربما برضو المباشرة في نفس الوقت، الآثار الاقتصادية على هذا القرار، ده قرار تاريخي بكل ما تحمل معنى الكلمة وليس من باب يعني المغالاة. هذا القرار له آثار كبيرة جدا على الجيل الحالي وعلى كل الأجيال القادمة في تاريخ مصر، لأنه ونسأل الله عز وجل ألا تضطر مصر للعودة على هذا القرار، لأنه كل الدول عندها قانون طوارئ طبعا. كل الدول، الولايات المتحدة الأمريكية عندها قانون طوارئ، فرنسا نفسها هذه الدولة الكبيرة، بريطانيا عندها، وكل قوانين الطوارئ موجودة في كل الدول بتستخدمها في أوقات الأزمات. حتى الآن في ظل وجود وباء كورونا غالبية دول العالم تعمل وفق قانون الطوارئ. أن تخرج مصر الآن وتقول وتلغي حالة الطوارئ بتقول رسالتين، أن مصر آمنة تماما وأنها نجحت في الحرب على الإرهاب وأنها لم تعد دولة بها مشاكل جمة لها علاقة بالإرهاب وأنها نجت من الوباء الذي يعاني منه العالم الآن صحيح. دي رسالتين كبار جدا بيقولهم هذا القرار، لذلك لما بنقول قرار كبير هو فعلا قرار كبير وأنه قرار تاريخي فعلا قرار جريء صحيح، في جرأة عظيمة فعلا الحقيقة في جرأة، لكنه مدروس طبعا، لكنه مدروس يعني محسوب جدا، محسوب الوقت، محسوب المكان، محسوب الإنجاز. انت زي ما قلت حضرتك دلوقتي، انت على شفا اتفاق تاريخي بيتم، تحالف تاريخي بيتم مع الاتحاد الأوروبي. انت الآن دلوقتي انت عندك مشروعات قومية ضخمة كبرى متعلقة برضو بمصالح دول أخرى صحيح. انت تمد الطاقة لعدد من دول الإقليم في الدول الإقليم، يعني كل هذه المشروعات انت الآن بهذا القانون بتقول انك انت قوتك حاضرة جاهزة، انت تستطيع ان تحمي هذه تحافظ على هذا الاستقرار، ده بفضل طبعا بفضل برضو إدارة الدولة. إدارة الدولة في ظل هذه الظروف العصيبة ده كان واضح جدا، وفي ظل المؤسسات التي وقفت وقفة حقيقية ودفعت ثمنا غاليا، مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء اللي هم الشعب المصري دفعوا الثمن غالي صحيح. الإدارة المصرية ما هي إلا كانت معبر حقيقي عن هذه الأثمان التي دفعت من الشعب المصري، وده كان واضح في رسالة الرئيس امبارح لما وجه الشكر للشعب المصري إن هو الذي تحمل صحيح. هذه الظروف العصيبة. الحقيقة
كمان اللي يعني اللي هيتابع الموقف او هيشوف هيعرف ان احنا على مدار الاسبوع اللي فات وقبلها يمكن زي ما قالوا الاستاذ احمد كان عندنا رسائل كتيره حتى من خلال زيارات السيد الرئيس للخارج، وجوده في قمه فيشجراد، وجودنا في قمه اليونان قبرص، الحقيقه كان في مجموعه من الرسائل بالاضافه للرسائل الداخليه اللي كانت خاصه مثلا بحفل خريجي كليه الشرطه، وامبارح كان حفل خريجي الكليات العسكريه. اللي تابع الحفل وكلنا طبعا تابعناه على شاشات التلفزيون كنت تحس ان طول ما العرض شغال وطول ما الاحتفال شغال هو في رسائل لبث الامن والطمانينه في قلوب المصريين، يعني اللي بيشوف ولادنا وهم على هذه الدرجه العاليه من الكفاءه والاستعداد والتدريب، شباب بيفرح وشباب بيطمن ان السنوات القادمه لمصر في رجاله بجد قادرين ان هم يحموا هذا الوطن. ربما ده خلانا كلنا مطمئنين وفخورين ان احنا موجودين في وطن ولاده بهذا الشكل. كان امبارح في حفل تخرج طلبه الكليات والمعاهد العسكريه كان الحقيقه هناك ايضا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي. حفل تخرج كليات والمعاهد العسكريه امبارح كان في تجديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته على اهميه الوعي، وقال انها مهمه خطيره جدا انك تبقى مسؤول عن اعداد انسان، لو ما انتبهتش حياته تبقى في خطر. الوعي علشان تقدر توعي غيرك لازم ان انت تكون واعي قوي، ومش مطلوب يعني منك انك ما تبقاش منتبه لكل شيء، وقراراتك كمان تبقى فاهمها كويس، وتبقى وعلشان تقوم بالدور ده لازم ان انت يبقى مؤهل على كافة المستويات. واضاف ان الحروب الجديدة والجيل الرابع والخامس كلها مبنية على التعامل مش بالسلاح بس، لكن السلاح التاني هو الفهم والوعي الحقيقي بعيدا عن مسألة الجهل والتجهيل والوعي الزائف. امبارح حضرتك تابعت كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، واللي شدت فيها ودايما الحقيقة العبارتين دول الحقيقة رسائل مهمة من الرئيس في كل تقريبا لقاء بيكررهم، فكرة تشديد على الوعي ومواجهة حروب الجيلين الرابع والخامس. خليني بس أقول لقطة صغيرة كده، ملحوظة صغيرة أنا أخدت بالي منها امبارح. امبارح 25 اكتوبر اليوم ده شاهد ثلاث احداث مهمه جدا. في الصباح تخريج دفعات جديده من مختلف الكليات العسكريه بالظبط، وتاتي رساله قويه ومباشره وواضحه جدا ان الجيش المصري هو الاقوى في المنطقه وهو جيش رشيد لا يعتدي. صحيح، اشارات واضحه جدا انه يعني دوله غير متهوره، قراراتها محسوبه منضبطه طول الوقت يعني. دي اول رساله، اول ملمح في 25 اكتوبر. بعد شويه الحكم، تنفيذ حكم الاعدام في التكفيري بهاء كشك، هو الذراع اليمنى للارهابي هشام عشمه. قوه واضحه، قوه الدوله واضحه جدا. صحيح، اخر اليوم قرار تاريخي بالغاء حاله الارهاب، بالغاء العمل بقانون الطوارئ. ثلاث اشارات مهمه جدا وتؤكد قوه الدوله المصريه وانها فعلا وصلت لكامل قوتها. اما الحديث عن حديث السيد الرئيس عن الوعي، انا اتصور ان هو دي فلسفه حكمه. هو يرى ان مقاومه الارهاب والمقاومه الجهل والحروب وصناعه لقاح حقيقي في داخل الشعب المصري هو الوعي. صحيح، وهو حتى لما نشوف حتى تخريج كل الدفعات العسكريه هنا بيوحد فكره الوعي عند مؤسسات الدوله. قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مؤسسات الدوله تعمل منفرده بدون رابط حقيقي في الوعي. احنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لما نشوف امبارح الموقف بتاع امس تخريج الدفعات، ده ما كانش بيحصل. كانت كل دفعه بتتخرج بمفردها وبيتم الاحتفال بيها والاحتفاء بيها برضه في وجود رئيس الجمهوريه والساده الوزراء المعنيين. انه يحرص على هذا الامر بيوحد الفكره عند مؤسسات الدوله ويقول دايما بيستخدم لفظ الوعي، لان هو يرى انه مجابهه اي خطر على الدوله المصريه لا يتم الا بالوعي. صحيح، الوعي الحقيقي وليست القوه الكافيه. وهو حتى قال، وده قاله اكتر من مره، انه مواجهه الحروب مش بس بالقوه العسكريه ولا بالقوه الامنيه، لا، بارتفاع الوعي عند الناس. الناس لازم هي اللي تحمي بلدها عن طريق انها تعي وتدرك كم المخاطر وتجابهها حتى لا تتعرض لتزييف. لانه هو نفسه اللي قال
انه في 2011 كان حصل تزييف كبير طبعا، تزييف للوعي كبير ادى الى تحريك كل هذه الجماهير وهذا المواطن لانه هيخرب بلده. صحيح. ده اللي حصل بره. هو فلسفه حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يكون لدى المواطن وعي حقيقي يدرك من خلاله كم المخاطر اللي ممكن تاتي على الدوله وتاتي على الامن والاستقرار بالكامل. هي دي المشكله الكبيره. انا كمان الحقيقه شفت مشهد امبارح وده برضو اعتقد ان هو رساله، يعني وجود امبارح بالامس خريجي كليه الشرطه صحيح وخريجي الجامعات المصريه، وان الجامعات العاديه اللي هي بتاعتنا اللي هم يعني المدنيه زي ما احنا بنقول موجودين في حفل تخرج خريجي الكليات العسكريه والشرطه وبيعملوا عرض وواقفين يقدموا درع للجامعات والخريجات السيدات. ده برضو دي من الملامح الكبرى برضو في وامبارح الحقيقه انا شفت البنت اللي من الجامعات المصريه اللي بتهدي درع الجامعات المصريه وبتتكلم بمنتهى القوه صحيح. والحسم، وان شباب مصر داعم لسيادته ولو الدولة المصرية وفاهم وواعي. دي كمان أعتقد أنها كانت رسالة مهمة. لو كان في خريجين وخريجات من دول العربية ودول العربية الأخرى والصومال دول العربية، يعني دي إشارات مهمة جدا. اللي ما ياخدش باله منها ما يعرفش مصر. مصر الحقيقة هي دولة كبرى في المنطقة ودولة رائدة، وهي بتستعيد ريادتها بالمناسبة بالحق وبالأصول بالمناسبة صحيح. وليست بال ده بالاعتداء ولا باخذ حق احد. ولذلك من هنا تاتي رساله الرئيس انه جهاز الجيش هو الاقوى في المنطقه وهو جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وكان اكثر من رساله قالها اللي في اشاره ان هذه الدوله منضبطه عاقله رشيده تدرك مصالح المنطقه وتحافظ عليها. ولذلك لما نبص نشوف ان الاوروبيين مثلا الان يتجهوا الى الدوله المصريه لما لها من رشد وحكمه وعقل في التعامل مع الامور. حتى نبص حتى الاعداء الدوله المصريه في الخارج مصر تعاملت معهم ازاي؟ صحيح، يعني تعاملت معهم بمنتهى الحكمه والرشد. ويعني الحكمه السائده الشهيره لدينا انه اللي ياتي على مصر ده يعني صح يعني بيحصلوش خير. طبعا صحيح. خلينا نروح لخبر اخر وهو خاص بزياره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لباريس اللي التقى خلالها بممثلي 90 من الشركات الفرنسيه بمقر مجلس الاعمال الفرنسي بالعاصمه الفرنسيه باريس، وسمن رئيس الوزراء العلاقات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي بتربط ما بين مصر وفرنسا، مشيرا الى ان فرنسا كانت ولا تزال شريكا مهما وداعما رئيسيا لمصر، لافتا الى ان هذه العلاقات المتميزة أسهمت في تحقيق زيادة مستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين اللي بلغ حوالي 3 مليار دولار في عام 2020، يعني بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2019. ولفت أيضا إلى أن تمتع مصر بإمكانات اقتصادية ضخمة وفرص استثمارية واعدة يعني للشركات الفرنسية في عدة مجالات، وأكد أن الطريق أصبح ممهد للاستثمارات الفرنسية للانخراط بقوة في المشروعات القومية الضخمة المصرية بفضل الإرادة السياسية القوية اللي تجلت دائما خلال العديد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين. كحقيقة كنت بتشير لهذه الزيارة صحيح. مع بداية اللقاء ومدى أهميتها والنتائج والرسائل اللي بتبعث. أنا زي ما قلت حضرتك في بداية اللقاء أنه الرسائل غير مباشرة فيما يخص هذا القرار التاريخي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مثل هذا اللقاء. هذا اللقاء وهو موجود وفد رفيع المستوى موجود في الدولة الفرنسية، هذه الدولة الحليفة الاستراتيجية للدولة المصرية، عندما يكون هناك مسؤول رفيعا ويصدر هذا القرار من الدولة المصرية لك أن تتخيلي آثاره وتبعاته. على الأوروبيين بيتعاملوا مع منطقة الشرق الأوسط بشكل مختلف وعندهم توجهات حقيقية نحو الاستثمار في مصر. عندهم في رأي عام ومنظمات حقوقية ضغطة شوية على الحكومات وما شابه على اعتبار أنه فرض قانون حالة الطوارئ. الرئيس يجلي هذه خلاص يجلي هذه الأزمة. وحتى هو نفسه الرئيس عندما يذهب إلى في زيارات للدول الفرنسية هو نفسه يطرح هذا السؤال ويتحدث عن حقوق الإنسان ويتحدث عنه صح. بس بيتحدث عنه بمفهومه صحيح. وده مفهوم جديد على فكرة أن حقوق الإنسان مش بس من معايير حرية التعبير السياسي، لا حقوق أخرى. يعني عندما يذهب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على وفد رفيع المستوى مع وفد رفيع المستوى الى الدوله الفرنسيه ويتحدث عن مشروع كريمه الذي هو وصفه صندوق الانمائي للامم المتحده بانه الاكبر في الاكبر حاليا في العالم، مشروع ضخم حقيقي كبير. ده يعني ده معبر مباشر عن حاله حقوق الانسان في مصر.
حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما لما كان يتكلم يقول لهم انتم ما تقدموناش بصوره ان احنا لا نخاف على شعوبنا ولا نراعي مصالحها. ده امر خاطئ. نحن نراعي هذا الشعب المصري مراعاه جيده من خلال التنميه الاقتصاديه وتحقيق الامن والاستقرار له. هذه الزياره الى فرنسا مع حليف كبير زي مع حليف كبير واستراتيجي وهو الدوله الفرنسيه، ثمار وتبعات القرار التاريخي ستؤتي اكلها على طول فورا مباشرا، لانه زي ما حضرتك تفضلت في التقرير انه احنا بنعقد اتفاقيه كبيره جدا مع الدولة الفرنسية. ده هيكون 90 شركة يعني وشركات عملاقة، فأعتقد أنها تبقى يعني قرارات اقتصادية أو اتفاقات اقتصادية ضخمة. ده حقيقي. أنا زي ما قلت حضرتك في بداية اللقاء برضو أنه القرار بإلغاء حالة الطوارئ في مصر ستكون له آثار كبيرة جدا في الفترة المقبلة إن شاء الله. يا رب. خلونا نروح للشأن العربي ونتابع تطورات الأوضاع وما حدث في السودان خلال الساعات الماضية، حيث أعربت جامعة الدول العربية عن القلق لتوترات الأوضاع في السودان وطالبت الأطراف السودانية بالتقيد بالترتيبات الانتقالية الموقعة. وطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جميع الأطراف السودانية بالتمسك بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019 بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية وكمان اتفاق جوبا للسلام لعام 2020. في مصدر مسؤول بالأمانة العامة قال أنه لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع القرارات والاتفاقات اللي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولا لعقد الانتخابات في موعدها المقررة، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان. الوضع في السودان حضرتك شايفه الآن إزاي؟ يعني إحنا فجأة لقينا الدنيا، يعني كانت ربما السودان ماشية بخطوات كويسة أو عندها مشاكل لكن بتحاول جاهدة إنها تحل. هو المشكلة في السودان وفي كل بلد تعرض لهزات سياسية كبرى إنه البعض داخل هذه الدول بيقدم مصالحه فوق المصالح العليا للدولة. بمعنى، وطبعا بتاخد أشكال مختلفة، اللي بياخد شكل الحرية، اللي بياخد شكل التغيير، اللي تاخد شكل الديمقراطية. لكن الحقيقة التي يجب أن تكون ماثلة أمام أعين الجميع أن الأمن والاستقرار هو بداية أي نجاح. صحيح. أنت لا تستطيع أن تقدم تجربة حكم سليمة تراعي المصالح العليا لبلدك دون أن تحقق الأمن والاستقرار في البداية. أنت لا تستطيع أنت لا تستطيع أن تقيم حكما رشيدا عادلا حكيما أو تصنع قوة اقتصادية لبلدك دون أن تحقق الأمن والاستقرار. بدون الأمن والاستقرار في البداية أنت لا تستطيع أن تفعل شيء. ده حقيقي. ما الذي لم يدركه الأخوة في السودان أو بعض الأخوة في السودان أنه كان يجب ويجب الآن أن يقفوا صفا واحدا خلف الدولة السودانية. الدولة السودانية الدولة بمفهومها العملي أن تقف وراء الجيش السوداني لأنه هو الذي يحمي المواطن السوداني ويحمي مقدرات الدولة السودانية من أي تخريب أو أي اعتداء، لأنه هو بتحقيق الأمن وبالوقوف خلف مؤسسات الدولة السودانية يتحقق كل شيء فيما بعد. لكن البعض يرى يعتقد أنه يجب أن تكون الحريات هي المقدمة. الحريات أين تكون الحريات؟ في دولة مضطربة اجتماعيا وسياسيا وأمنيا. هذا الاضطراب لا يصنع شيء. أنت يجب أن تتوحد في البداية خلف مؤسسات الدولة، وعندما تقف الدولة على قدمين كما حدث في مصر. مصر كانت مضطربة للغاية، كان الأمن الاجتماعي والأمن السياسي كان يشهد حالة من العبث والفوضى. صحيح. الذي حدث أن الدولة المصرية أوقفت المؤسسات على قدمين، ثم تقدمت خطوة أخرى نحو الاقتصاد، ثم تقدمت نحو أخرى حتى وصلنا إلى أن تكون الدولة تعيش معيشة طبيعية بإلغاء قانون الطوارئ. هذا الذي يجب أن يدركه الإخوة في السودان. الإخوة في السودان عليهم أن يتوحدوا خلف قيادة واحدة وخلف مؤسسات الدولة. لا يجب أن يتحزبوا ولا تكون هناك طائفية ولا يجب أن تكون هناك جهوية. هو تغليب المصلحة العامة، اللي هو المصلحة العامة. المصلحة العامة عنوانها كالتالي: أن تقف خلف المؤسسات الدولة السودانية. صحيح. هذه هو ده العنوان الكبير. ما عدا ذلك أنت
أنت تقف خلف يعني طموحاتك الشخصية وحزبك السياسي والجهة التي تنتمي إليها والتي تريد أن تعليها وتفرضها على المواطن السوداني. المواطن السوداني الآن يحتاج إلى شيئين. الشيء الأول أن تتوحد قوة الدولة وتكون قوية عافية، لا سيما أن هناك مشاكل كبرى لها علاقة بالأمن، صحيح، الأمن القومي للبلاد. الشيء الآخر أن يتجه الأخوة في السودان إلى تحسين المعيشة، جودة المعيشة. ده حلو. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن. شكرا شرفتنا ونورتنا. مشاهدينا الكرام، بكده بنكون انتهت جولتنا الإخبارية. هنروح لفاصل ونكمل مع حضراتكم صباح البلد.